مكان جميل، الأجواء جدا جميلة، وفي طقوس ما نسويها إلا في رمضان. لما بنت أول مرة تسمن حنيولها. وين انت؟ هلو. كان الله خلقت خصوصا عشان أقهرك انتي وولادي. هل ولا بعض؟ لازم تراقب تصرفاتهم. ارم نفسك واعرف انت تتكلم مع من. مين هبه؟ يا واحد رخيص. نظل هين من في مصار. ما خلتناش البلد وقت الحرب علشان نفلتها الان. مداغ الساعه؟ على المداغ اللي بدك اياها.